أهلا وسهلا بكم إلى موجز رمضان المبارك. أقام النادي السعودي بجامعة كانساس بالتعاون مع المركز الإسلامي في لورنس حفل الإفطار الثالث بحضور وفد من إدارة الجامعة. النادي السعودي بجامعة جورج ميسن يشارك في مبادرة خيرية بتوزيع أكثر من 70 قطعة من الملابس المستخدمة للمركز الإسلامي بالولاية. 260 شخصا يشاركون في حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمه النادي السعودي بجامعة كليفلاند ستيت بولاية أوهايو. أقام النادي السعودي في جامعة غانن بولاية بنسلفينيا وبالتعاون مع مدينة بيتسبرغ وإنديانا بتوزيع أثاث وسلات غذائية رمضانية للمحتاجين في المنطقة. بحضور الملحق الثقافي الدكتور محمد العيسى، نظمت منظمة هاند باي هاند التطوعية حفل إفطار رمضاني وسط جمع من الحضور في مدينة جدة.